عندها قبول غريب عمل لها شعبية كبيرة. فجأة تم الإعلان عن إلغاء زفافها قبل ميعاده بأيام واختفت تماما. تفاصيل مثيرة وكواليس صادمة في قصة اختفاء المذيعة مريم سعيد. اتولدت مريم سنة 1985 في مدينة أغادير المغربية. من وهي صغيرة بتحلم تكون مذيعة، وفعلا بدأت مسيرتها الإعلامية من وهي بنت 17 سنة، وده لما قدمت برنامج صحتي كل يوم على القناة الثانية المغربية، ومن بعده قدمت برامج فنية حوارية. إلا أن شهرتها زادت بعد اختيارها لتقديم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب في المغرب وهو ستوديو 2M. نجاح مريم شجعها على تطوير أدواتها بالدراسة، فتخرجت من المعهد العالي للصحافة والإعلام، وكان لمحطة ART نقلة نوعية في مسيرتها لما قدمت على شاشتها برنامج زين الطرب، وانتقلت لشاشة MBC في 2010، واللي شهدت آخر ظهور ليها بمشاركتها في تقديم برنامج تريندينج قبل اختفائها المفاجئ. في فبراير 2017 أعلنت مريم خطوبتها لرجل الأعمال الأمريكي من أصل مغربي كريم ظريف، وكشفت عن أنها تعرفت على خطيبها في دبي، وعلى مدار 7 سنين اتطورت علاقتهم من صداقة الحب لحد ما قرروا يرتبطوا رسميا وحددوا ميعاد الزفاف في إبريل. تفاصيل أسطورية جهزتها العروسة لفرحها المنتظر في فندق الفور سيزون في دبي. معظم مشاهير العالم العربي اتبعتت لهم الدعوة الملكية اللي تم تصميمها مخصوص باسم العروسين. شهر العسل حجزوه في جزر المالديف، والعروسة بالفعل احتفلت بحنتها مع صحبتها من الوسط الفني والإعلامي. فجأة أعلنت مريم إلغاء الزفاف وفسخ خطوبتها، وده قبل الحفلة ب3 أيام بس. الإعلان ده سبقه رسالة بعتتها المذيعة لأغلب المدعوين على الواتساب، قالت لهم فيها إن تم تأجيل حفل الزفاف لمرور والدها بوعكة صحية في محاولة منها لحل خلافها مع خطيبها. بس لما وصلت لطريق مسدود اضطرت تعلن إلغاء مشروع جوازها كله. الصدمة لما طلع كريم وكذب مريم قدام الكل ونفى مرور والدها بوعكة صحية، وكشف السبب الحقيقي ورا فسخ خطوبته منها بشكل مهين، وقال مش ندمان على إلغاء الزفاف والجواز، الموضوع ملوش علاقة بظروف صحية عائلية بقدر ما هو متعلق بالأخلاقيات، أتطلع إن شاء الله لصفحة أفضل وأنضف في حياتي. مريم كانت واحدة من أكثر المشاهير اللي تضررت من حساب فضائح المشاهير على سناب شات حمزة مومبيبي، واللي نشر لها صور فاضحة ظهرت فيها بفستان مثير في أوضاع غير أخلاقية، ده غير صورة لفيزا السفر لأمريكا بتحمل اسمها مكتوب فيها إنها سافرت كمرافق لأمير سعودي. الصور دي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسببها اتفركشت جوازتها. وتم اتهام الفنانة المغربية دنيا بطمة وأختها ابتسام إنهم تشاركوا في إدارة الحساب ده، وتوجهت لهم تهم بالتشهير والنصب وابتزاز مشاهير في مجالات مختلفة لتسيير مصالح شخصية وتصفية حسابات مع متهمين مغاربة تانيين، واتحكم عليهم بالسجن سنة. في الوقت اللي طعنت فيه الفنانة المغربية على الحكم نفذت أختها عقوبتها واتحبست وخرجت في مارس 2021. وفي الوقت اللي حاولت دنيا إثبات عكس علاقتها بالحساب بشتى الطرق، ما أنكرتش علاقتها المتوترة مع مريم، وقالت في تصريح تلفزيوني مريم بنت بلدي وعزيزة عليا، لكن أعاتبها عتاب كبير لأنها كانت بتوصل صورتي بطريقة غلط في البرامج اللي بتقدمها، والملفت إن عمرها ما اتصلت بيا وسألتني عن أي معلومات أو أخبار في برامجها، كان بإمكانها تتكلم عن المواضيع اللي تخصني وتساندني لأنها بنت بلدي. مريم ما خسرتش بس سمعتها وخطيبها وبيتها اتخرب من قبل ما تدخله، دي كمان خسرت شغلها وتم فصلها. حالة نفسية صعبة وصدمة قوية عاشتها مريم بعد ورطتها غير الأخلاقية، وده اللي أجبرها على الانسحاب من المشهد تماما، فاختفت حتى من على حساباتها على السوشيال ميديا، ما بقتش تعمل أي نشاط وفضلت تتابع من بعيد على أمل الكل ينسى وتقدر ترجع تمارس حياتها الطبيعية. وفاجأت الكل بالعودة مع بداية 2023 بمنشور هنت فيه متابعيها بحلول السنة الجديدة.